وحملوني لن أكتاف أربعة من الرجال وخلف من يشيعني وقدموني إلى المحراب وانصرفوا خلف الإمام فصلى ثم ودعني صلوا علي صلاة لا ركوع لها ولا سجود لعل الله يرحمني وأنزلوني إلى قبري على مهل وقدموا واحدا منهم يلحدني وكشف الثوب عن وجهي لينظرني وأسبل الدمع من عينيه أغرقني فقام محترما بالعزم مشتملا وصفف اللبن من فوقي وفارقني وقال هل عليه الترب واغتنموا حسن الثواب من الرحمن ذي المنن في ظلمة القبر لا أم هناك ولا أب شفيق ولا أخ يؤنسني وهالني صورة في العين إذ نظرت من هول مطلع ما قد كان أدهشني من منكر ونكير ما أقول لهم قد هالني أمرهم جدا فأفزعني وأقعدوني وجادوا في سؤالهم ما لي سواك إله من يخلصني فامنن علي بعفو منك يا أملي فإنني مثق بالذنب مرتهن فلا تغرنك الدنيا وزينتها وانظر إلى فعلها في الأهل والوطن وانظر إلى من حوى الدنيا بأجمعها هل راح منها بغير الحنط والكفن خذ القناعة من دنياك وارض بها لو لم يكن لك إلا راحة البدن يا زارع الخير تحصد بعده ثمرا يا زارع الشر موقوف على الوهن يا نفس كف عن العصيان واكتسبي فعلا جميلا لعل الله يرحمني يا نفس ويحك توبي واعملي حسنا عسى تجازين بعد الموت بالحسن ثم الصلاة على المختار سيدنا ما وضأ البرق في شام وفي يمن